السلام عليكم اخواني الاعزاء، لقينا صيادين هنا، صيادين طيور، فراح اخذهن من عندهم جمله شلع. هذا الاخ الصياد وذني، شوفوهن، هذا كله دجاج، كله دجاج، ادري لا صح ولا اخضر واحد. شوف هذا الدجاج وين، خل ينشرني، يقول خل ينشرني، انا جايب حشيشه. شيل خليك نقريني تفردي ليش بابا. هاي السلام عليكم، دجاج وين؟ هذا دجاج وين؟ طبعا بالصدفه وين؟ يلا بعد هاي شريناهن، ها على قولتكم تقولون شريناهن. هذا زوج، هذا زوجين، ها لا لا هاي ثلاثه، لا هاي اربعه، هذا دجاج، هاي خمس زواج، هاي ست زواج، هاي سبع زواج، يضربون بي مثل، هاي ثمان زواج، هاي تسعه، تسعه ببيت واحد، عشره، هاي 11 وتك، هذا تك ما يحسب، يلا 11 وذني شنو هسه زوج بخمسه حسب الغير، ها زوج ب 5000 دينار. طبعا هم شنو سر طعم هاي الطيور؟ انت ما ادري ايش طيور حره طعم الحد اي لا حصنا وبالصاد، حصنا وبالصاد كاتب شو كاتب الحسنه بالسين. هاي بالانجليزي اكو صاد هسه، ليش ليش تشهر روحك يا بعد اخوك؟ يلا هاي الحصناوي، شوف هذني هسه حمودي، كيف حمودي؟ اي هسه نطير منهم كم واحد بوجه الله تعالى. يلا باي.